واحد بيقول هل صلاة القنديل في الأيام الصوم المقدس بالمنزل طقس كنسي؟ صلاة القنديل صلاة نصحة المرضى، مفروض أن الكاهن يصليها وهو صايم، ففترة الصيام الكبير والكهنة فعلا صايمين ويفضلوا صايمين لغاية ما يخشوا القداس، يعني مناسبة انهم يقدروا يصلوا صلاة المرضى في البيوت تناسبها الصوم، وإلا هيضطر ان هو في الايام العادية يصوم برضه عشان يروح يصلي، فمناسبة لفترة الصوم يعني. بيقول برضو بعديها هل لابد من عمل القنديل بالمنزل أم الاكتفاء بحضور صلاة القنديل بالكنيسة؟ صلاة القنديل في الكنيسة بتتعمل في آخر الصوم كله، في جمعة ختام الصوم، لكن لما الكاهن يخش في البيت ويرفع فيه بخور ويقول الأواشي ويقول صلوات دي بركة كبيرة للبيت. إن كنت أنت تحب تكتفي بتاعة الكنيسة اكتفي، لكن خلي غيرك يستفيدوا ما يمشوش وراك.